حياكم الله من جديد. يعني مع حرارة الصيف أكيد نستخدم مثلا كريمات، نستخدم أكيد ضروري نستخدم واقي الشمس، ولكن في أغذية تحمي البشرة من حرارة الصيف، واللي أولها التوت الأزرق. التوت الأزرق جدا فوائد كثير، ويحتوي على مضادات للأكسدة واللي تحمي البشرة خلال الصيف ويمنع التجاعيد، عشان يحتوي على فيتامين سي. أيضا البطيخ، طبعا البطيخ فاكهة الصيف، يعني أكيد اللي الحبحب والجوح، واللي يشتمل على نسبة كبيرة من مضاد الأكسدة ويحميها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. في أيضا مكسرات ومختلف البذور، يعني بذور الشيا، بذور الكتان تحتوي على، والمكسرات أيضا تحتوي على أحماض الأوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهاب. الخضروات الورقية، يعني يمكن عن تجربة أنا أسويها أوقات، فحلو أنكم تسووها. شوفوا الخس، بما أنه خضروات ورقية، الخس اعتبروه كأنه فاكهة وليس خضار، تسلوا فيه، يعني اغسلوا كذا الخس وخلوه طول الوقت قدامك، أوكي حتتحولون أرانب، ولكن جدا أكل مفيد وحتى في فوائد جدا عظيمة. طبعا خاصة كل الخضروات الورقية عموما تحتوي على نسبة كبيرة من يعني فيتامينات وفيتامين A، وهو يحافظ على البشرة والجلد بشكل كبير. أيضا الشاي الأخضر يعمل على تخفيض أو خفض الأورام الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، عشان يحتوي على مركب الفلافانول. في القرنبيط أو القنبيط هو غذاء غني بأحماض أمينية تنتج حمض اليوروكانيك، واللي يمتص الأشعة فوق البنفسجية الضارة، يعني هذا حسب ما جاء في صحيفة الوطن. هذه كلها أغذية تحمي البشرة من حرارة الصيف.